طيب شعب السودان العظيم الصامد المناضل البطل على امتداد أرض المليون ميل مربع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لكل الشباب المتابعين معنا، التحية لأبناء الشعب السوداني العظيم، التحية لثوار شعبنا العظماء اللي بيعلموا التاريخ وبيعلموا العالم كل يوم درس جديد، اللي بيجبرونا وبيجبروا أي زول جوا قلبه وجوه جسمه ذرة دم حتى لو كان بين الحياة والموت انه يتفاعل مع قضاياهم وقضايا الثوار. اللحظة الشفتة الصورة بتاعت الشباب في رفعوا اعتصام شارع الستين وهم شغالين بيدينهم وكرعينهم والطفل الصغير الراقد عشان يمندل البلاط الانترلوك بجسده والبنات الشايلين البلوك بيدينه، لما شفت المشهد ده هانت علي نفسي كويس وهانت علي عمليتي العاملة ولا أمراضي ولا أي حاجة. يا أخوانا العمل العظيم، الثورة العظيمة اللي قامت في ديسمبر في السودان ظلينا نقول إنها مهما كانت الخلافات والجوطة والإحباطات هي ثورة عظيمة لم يشهدها التاريخ، صنعت إنسان مختلف ننتقد ونحاول نغير فيه ونقول فيه اخطاء. واسف الفيديو ده حننتقد نفسنا احنا ذاتنا، الثوار الاسف امدحهم ده حننتقدهم، لكن كل حاجة عندها مدخلة. المدخل الاساسي اللي بيطمننا هي المدخل القيمي، انه الثورة دي صنعت قيمة جوا الناس ديل عظيمة اساس، بعد ذاك في تهويشات بيبرة بتتغير تمشي وتجي حنشتغل عليها، لكن القيمة الاساسية البيز الاساس صنعت إنسان عظيم اسمه الإنسان الثائر السوداني الذي لا يمكن أن يقهر أبدا أبدا مهما كانت الظروف. الثورة دي علمتنا إنه أي ثورة في العالم وفي المنطقة بتاعتنا العربية والإفريقية دي وحتى الثورات السودانية تاريخ بقول لنا إنه شكلها كان بيختلف، كان اليوم اللي يتكالبوا النخب ولا يتكالبوا الانتهازيين لسرقته كويس من خلال الأونطة واللف ودوران كان بيحصل هبوط للمد الشعبي لأنه الناس بتزهج. لكن الحاصل في السودان ده بيقول إنه أقسم بالله أي زول طمعان في الثورة دي كل يوم الطاولة بتتقلب في واحد، بدت قلبة الطاولة يوم 30
يونيو 2019 في وش البرهان وحميتي وكباشي وكل القتلة المجرمين اتقلبت في وشهم، والانقلابيين اتقلبت في وشهم الطاولة. ومن ذلك اليوم كل يوم الشعب السوداني وثواره الراكبين راس بيقلبوا الطاولة في وش انتهازي جديد وفي وش طامع جديد. ساعدونا بالشير عشان نقدر نوصل رسالتنا في هذا الفيديو الذي لم ابتدئ فيه الحديث بعد. كل الكلام اللي قلته ده كان مقدمة. في زول طبعا حيقول لي لو ما كنت عيان كنت هتعمل شنو. بالمناسبة دي خلوني اخواننا انا اطمن كل ابناء الشعب السوداني اللي بيسألوا مني والما بيسألوا مني. والله يا اخواننا انا كويس الحمد لله مبدئيا، خلونا نتفق انه انا كويس والزول ما بتصيبه زي ما بقوله الا الجاية من الله. مش الجاية من الله دي بتصيب، والله ان شاء الله ما بتجون عوجة. بس شنو زي الشايف امي في اللايف ده، طبعا العملية ما في العين والعين مطششة اخواننا. للناس اللي بيسألوا مني انا الحمد لله خلال الثلاث يوم الفاتوا ديل من يوم الاحد ليوم الليلة وضعي يتحسن واتطمنت. حتى لو العين وضعها ما يتحسن اتطمنت انه العين ان شاء الله ما حد يعوج. انا اتعملت لي عملية كبيرة جدا في عيوني، العملية كانت نتيجة لآثار بتاعت حاجات سابقة قديمة، ضربة في الراس وضربة في العيون وآثار زي دي كانت عاملة لي مشكلة بتاعت انحراف وتفاصيل كده معينة كده في القرنية. المهم اتعملت العملية قبل حوالي 20 يوم. العملية للأسف الشديد النتائج بتاعتها ما كانت كويسة 100%، بديت أطشيش ومستوى الشوف بدأ يقل، بقى أسوأ مما كان بكثير بدون النظارة ذاته. على هذا الاساس الواحد خاف شويه انه العين ممكن تبوظ، يعني انه العمليه دي خلاص. فمشيت لي اكتر من دكتور كبير جدا جدا بفضل يعني مشوره بعض الناس اللي دلوني على دكاتره كبار هنا في القاهره، والحمد لله كلهم اتفقوا حول رؤيه معينه انه في طشاش شديد ما بيقدروا يحددوا انه العمليه ناجحه ولا فاشله حاليا. غيروا لي الدواء بشكل كامل، ادوني دواء جديد نمرة واحد نمرة اثنين على سنه ممكن يكون الدواء ذاته اللي انا باخده بعد العملية ممكن يكون مؤثر في ضغط عالي، ارتفاع في ضغط العين، في ضغط على القرنية بشكل كبير جدا جدا، في طشاش، في تاني شنو المهم اربع حاجات، ارتفاع في ضغط العين، ضغط على القرنية، المهم في حاجة رابعة انا نسيتها. الميزة انه الدكاترة الخمسة اللي انا مشيت لهم او الستة اتفقوا حول هذه النقطة فمشيت على كلام أول واحد اللي هو أفضل واحد فيهم اللي هو دانيل قطرات، وكلهم كتبوا لي نفس الأدوية اللي كتبها كل واحد فيهم. أنا ما كنت بوريه إنه أنا مشيت لواحد بقول له أنا عملت عملية وأنا ما شايف كويس والعملية هي كده كده. فالحمد لله كلهم اتفقوا إنه أهم حاجة إنهم اتفقوا إنه ما في خطورة على العين، إنه بعد 10 يوم أجي بعد ذاك بيحددوا بتتعمل لي كم حاجة. وطبعا اتعملت لي صورة على القرنية وحتتعمل عدة حاجات بعد العشر يوم دي ان شاء الله هيتحدد. اذا حتى العملية ما نجحت بنسبة 100% او محتاجة تعديل الموضوع ما فيه خطورة على العين نفسها، دي الحاجة الوحيدة اطمنتني الحمد لله وطلعتني من المود. انا والله بصراحة كنت في وضع نفسي سيء جدا الفترة اللي فاتت، وشاكر لكل الناس اللي وقفوا معاي الفترة الفاتت. والواحد يعني حس انه رغم انه مفروض ما يشوف تلفون ولا ما يتعامل مع تلفون بشكل كبير يعني، لكن الواحد حس انه لازم يتفاعل مع قضايا شعبنا، خصوصا بعد ما سمعنا الخبرين اللي كانوا يعني بصراحة يعني مؤلمين جدا جدا اللي هو الشهيد ود عكر. أنا والله العظيم أذكر يوم ما فكوني من المعتقل كان هو على رأس مجموعة كبيرة جدا من أبناء الجريف شريك. المنظر ده أنا والله قدام عيني، ونشرت الفيديو قبل كم يوم، قبل لا شهر ولا حاجة نشرت الفيديو لو متذكرين. الفيديو كان يوم اطلاق صراحي وكان احتفالية كبيرة جوا حوشنا، وكان واحد الترس ودعكر ربنا يرحمه ويغفر له وكان واحد من الحضور يعني، ومجموعة كبيرة جدا من يعني رموز ومناضلي مدينة الجريف شرق لهم التحية ولأسرته التحية عشان ربنا يرحمه ويغفر له. وده شي كان يعني مؤلم جدا لكل الناس. المشهد الثاني اللي حصل مع الترس شريف البعاتي الثائر شريف البعاتي الليلة، ده المدخل بتاعي اللي انا عايز اتكلم فيه في موضوع انا ظليت اتكلم عنه، وزي ما بقولوا القصة جات في تخصصي كويس، ظليت اتكلم عنه طيلة الفترة الفاتت ولا اتحدث عن اي شيء الا القليل القليل.
الحاجات التانية كلها بتحدث عنها القليل القليل ومركز على الموضوع ده، اللي هو يا اخواننا الملف بتاع انه هذا التنظيم الارهابي اللي اسمه الحركة الاسلامية لازم ننتبه لافاعيله. انت الزول اللي بتحضر، الزول اللي بتتكلم في السياسة، الثائر اللي بتطلع مواكب الدار تتكلم في السياسة، ارجوك اتكلم في السياسة، انا ما بحجر عليك، بس كلامي لك حاجة واحدة، حاول ادرس تركيبة وبنية هذا التنظيم اللي اسمه تنظيم المؤتمر الوطني، ادرس فكرتهم، اعرفهم بيفكروا كيف، اي شيء اي شيء انت ما متوقعه هم ممكن يعملوه، انت بتتوقع على حسب فطرتك السليمة، انت بتتوقع على حسب سجيتك الكويسة، انت او انت كانسان سوداني، عشان كده في حاجات انت ما بتتخيلها، عشان كده بنقول لكم ارجوكم ارجوكم السياسه، الناس اللي بدوا يمارسوا السياسه مع احترامنا الشديد لهم، الليل انا داير اتكلم بتهذيب يعني، الناس اللي بدوا يمارسوا السياسه بعد ما سقط عمر البشير، وعلى فكره 90% من اللي بيمارسوا السياسه الان واللي بيتكلموا واللي بينتقدوا واللي بيهاجموا واللي بيطلعوا واللي بيشاركوا هم ديل 90% هم الناس اللي بدوا يمارسوا السياسه بعد يوم 11 ابريل. يا اخواننا الناس زي ديل للاسف الشديد مع احترامنا ليهم ما عندهم الخبره السياسيه اللي بتخليهم يعرفوا التنظيم ده ويكونوا قالوا له ده تنظيم عقائدي، يعني شنو عقائدي؟ بفكر كيف؟ بالنسبه لهم الغايه تبرر الوسيله، انت بتفترض انه انا بوش ده لما اجي في حسابي اكتب والله يا اخي في زول اسمه علي مشى لواحد اسمه حسين وكده، بتفترض انه الاحداث اللي انا بنقولها لك هي صحيحه حسب السرد بتاعي، لكن الناس ديل هم ما عاملين كده، الكلام اللي بيظهروه خلاف الباطن، هم بيفتكروا انه الكذب حلال، هم بيفتكروا ده تنظيم استخباراتي، بيفتكر انه عشان هو يحكم ويطبق شرع الله في الارض يعمل اي شيء ربنا حرمه، هم بالنسبه لهم الموضوع ده عادي، فبالتالي انت بتقيس الحاجات، هم قاعدين على شغالين عليك، بيحللوا شخصيتك وبيعملوا الحاجات على حسب شخصيتك كانسان سوداني، انت لا ذاتك لازم ردود افعالك تكون على تحليل شخصيتهم، ده كل اللي عايزينه نحن. احنا يا اخواننا الان انا بديت الفيديو ده بسبب حاجتين اساسيتين، يعني انا مخطط اني دار اعمل فيديو لايف لانه امبارح حصلت حاجه، المفروض انا ما المسها طبعا عيني دي بيدي، امبارح حصلت حاجه وانا هعرضها لكم هسي، ما كنت عايز اتكلم عنها لحد ما شويه العيون تبرع، لكن الان يعني بقى في حدث ثالث ظهر، الحدث الثالث شنو؟ عنده علاقه بالحدث الاول اللي هو هاعرضه لكم انا عديل اسمعكم له، اللي هو لقيت بوست بيتكلم عن الحادثة بتاع الطعن الترس الطعنو السي ده اللي هو الشاب المحترم شريف البعاتي، ان شاء الله ربنا يشفيه ويقويه، انا ما اعرف انا كبير قلت شنو اكون قلت ربنا يرحمه معليش انا اسف، طبعا التركيز كمان الواحد بينسى، شريف البعاتي اللي تعرض لطعن ان شاء الله ربنا يشفيه ويقويه بالسلامة يعني كويس. ففي الحادثة دي في زول طوالي كاتب له بوست داري الصوت في المول عكرة، الزول سيد البوست او الزولة ست البوست بالنسبة لي نواياها معروفة، انا ما اندهشت بالبوست اللي هي كاتباه عن انه طوالي عاملة شورت سكرين من كلام كاتباه ميرفت النيل كويس وناشرة طوالي يعني اصطياد في المول عكرة، انا بالنسبة لي ست البوست والمجموعة اللي حيعملوا الحاجة دي والبروجوا للكلام ده نواياهم انا فاهمة، لانه ده تنظيم انا قاري تركيبته وبنيته وبيفكر كيف عايز يعمل شنو، طوالي التلميح فكرته انه طوالي يلصق التهمه وكلام انه والله يا اخي الشغل ده والزول ده كانت ميرفت النيل بتسال منه وبعد ذاك كم بوست كده كم تعليق انه والله التحالف القذر ما بين القحات وما بين العسكر بدا ديل يجيبوا المعلومه وديل ينفذوا تلميحات غبيه غبيه، لقيت في الكلام ده كله انا ما كنت ههتم به غير تعليق واحد بيتكلم عن انه الكيزان ما ممكن يعني الشغل ده شكله ما شغل كيزان، ده الشيء اللي احبطني الحسسني بانه انا لو عيوني دي حتتقلع ولازم اعمل اللايف ده، منو اللي قال لك انه ده ما شغل كيزان؟ بالعكس هو ده صميم شغل الكيزان، هم الكيزان عندهم شيء غير الفتنه، عندهم شيء غير الخبث، هم مما قامت الثوره دي مما قامت الثوره دي لما انا اتكلمت يومتها قبل شهر او قبل 3 شهور في جريده المواكب وقلت الكيزان ما زالوا يحركوا الراي العام في السودان، في ناس زعلوا مني لانهم بياخذوا المواضيع بشكل سطحي، انت بتطبل للكيزان انت كده بتكبر كوم الكيزان، قال لي بالعكس هو مما قامت الثوره دي مما قامت الثوره الكيزان اتحولوا لشنو؟ بقوا شنو؟ يومتها في زول صديقه لي بتسالني بتقول لي يا بوشي ليه؟
ليه انت بيجي الهجوم عليك في صفحتك بعد الثوره كبير جدا؟ رديت لها رد بسيط، قلت لها لانه الناس الاسب هاجموني ديل بينقسموا لثلاثه اقسام، في 2% منهم ديل كانوا عندهم خلاف سياسي بهاجموني من زمان، 2-3%، ال 97% ديل 50% منهم كيزان زمان ما كانوا، زمان ما كانوا فاضيين، ديل كانوا في المؤسسات وراكبين العربات وما فاضيين يهاجمونا. ال 47% ديل منو؟ ديل هم الناس المساكين الدراويش، الناس السي اللي كانوا زمان الكيزان خان منهم، عن طريق تحليل شخصية الإنسان السوداني، ديل الناس زمان الكيزان كانوا بيردقوا لهم كضبط، البديل منو؟ وهم بيقعدوا يروجوا له، البديل منو؟ البديل منو؟ الجهاز الأمن ومركز المعلومات بتاع الكيزان يفك لهم كضبط إنه البشير كويس إلا تحته كعبين، يقعد يقول لك البشير كويس إلا تحته كعبين في بيت البكا، البشير كويس إلا تحته كعبين في بيت العرس، البشير كويس في السوق، البشير كويس النوع ده، شفتوا عارفين النوع ده؟ الدين، الدين في خطر، والله العلمانيين ديل هذول والله احنا نهر الهرجيج، الدين في خطر، الدين في خطر، الدين، شفتوا الناس ديل؟ هم ديل اسي حاليا اللي اللي حتى من نوع التعليقات عشان تعرف الفرق، ال 50% ياتوا 47% ياتوا اقرا التعليقات، وال 2% ياتوا، ال 2% ديل ناس عندهم معي خلاف سياسي من زمان من حقهم، ديل عن عاديين. بتلقى انه الفرق بين تعليقات السلبيه في التعليقات السلبيه بين ال 47% اللي هم المطبلاتيه والتريلات اللي انا مسميهم تريلات الكيزان، اللي هم يباروا الكيزان سال الكيزان بيتموا بيهم شغل يعني، وبين ال 50% ال 50% بتلقى انه خلافه معاي بيقعد ينبذ ويقعد يسيء، ديل الكيزان يقعد ينبذ نبذ شخصي ويقل ادبه، اما ديل ال 47% تلقاه بيتكلم كلام ضيعتوا البلد، ضيعتوا شنو ده الثوره بتاعتكم دي ضيعت البلد، جوعتوا الناس، شفت انه الناس اللي بيقولوا كده بيفرقوا من اللي بينبذوا ديل هم الكيزان، اللي بيسيء ويقعد ينبذ امك وما اعرف ديل الكيزان عادين، لانه اساسا هو ما عنده خلاف سياسي، ما عنده كلام سياسي يقوله لك. كويس؟ اما اللي بيقعد يقول لك ضيعتوا البلد كانما يعني الشغل اللي احنا عملناه زمان عشان نسقط البشير ونعمل الثوره جريمه، لانه عشان تقدر تعرف قصر النظر والجهل، يعني ديل هم نوعيه الناس ديل. فبالتالي ارجع للموضوع الاساسي اللي كنت قاعد اقوله، انه مما قامت الثوره، مما قامت الثوره يا اخوانا ساعدونا بالشير لو سمحتم، خلوا كلامنا ده يصل كل الناس لانه ده كلام مهم انه الشعب السوداني يسمعه، اي زول يرى في هذا الكلام قيمه، وانا متاكد انه انتم كلكم عارفين انه هذا الكلام فيه قيمه كبيره، لانه الحق ابلج واضح، الصح ده بكون واضح مش كده، فساعدونا بالشير في كل المنصات اللي انتم فيها لو سمحتم. مما قامت الكيزان قاعدين يحركوا الراي العام في السودان ويدردقوا الكوره ونحن ندقس نشوته من ايام اعتصام القياده، ومرورا بفضل الاعتصام، ومرورا بكل الاحداث اللي حصلت في السودان الى ان يومنا هذا. الكيزان للاسف الشديد كويس دارسين شخصيتنا، بيعملوا في الحاجه ويا اما بيضربونا ببعض، يا اما بالاشاعه اللي هم الحاجه الحدث اللي هم ما عايزينه، بيفكوا فيه الاشاعه بخلونا احنا نروج للاشاعه، الزول اللي بيتعين نحن اللي هم ما عايزينه بيفكوا الاشاعه، اول بوست بيفكوا الاشاعه بيقولوا ده كوز وبيزحوا بعيد، بعد ده بنتولى الامر نحن الدراويش ديل. كويس؟ ننشر الكلام، والكلام ده بمناسبته انا عايز اقول حاجه مهمه جدا او حاجتين مهمات. الاولى كلام استاذنا الحاج وراق ما وقع الواطه فعليا، الناس متذكره الحاج وراق قال شنو؟ اسمعوا الحاجه دي وبعد ذاك اجيكم للنقطه التالته اللي دار اقولها، اللي هي النقطه ثالثه الاسباب اللي انا كنت عايز اعمل عشان اللايف جبالك. الحاج وراق قال شنو؟ ربنا يديه الصحة والعافية. زمان الحاج وراق قال إن شاء الله بس أقدر أقراها وأنتم طبعا عارفينها، قال يكاد السوداني يكون البلد الوحيد الذي لا تحدث فيه هجمات انتحارية أو تفجيرات بالسيارات المفخخة، ليس لأننا مسالمون بالضرورة ولكن لأن من يقوم بهذه الأعمال هم الآن على سدة الحكم، دعوهم يفقدوا السلطة وسترى بأم عينك العجب العجاب. ثقافة الطيعين بورا والاغتيالات، نحن جيل تربى في كنف الكيزان ومارسنا السياسة، نحن بنعرف أكثر من الناس الما مارسوا السياسة، ما استعلاء يا أخي فوق كل ذي علم عليم، نحن بنعرف أكثر، اسمعوا مننا نحن ديل، نحن اللي انا من سنه 97 انا وابناء جيلي بنمارس السياسه وبنعارض تنظيم
الحركة الإسلامية في السودان حافظينه حفظ زي ما هم حافظين أولاده، ما نحن حافظين هذا التنظيم وتركيبته، عارفين ده أسلوب منو البطعن بالخلف، منو البئزي، منو البقتل. ثقافة الاغتيال والطعن والكتل والضرب والعنف لم تكن يوما ما من ثقافة أبناء الشعب السوداني. في يمين الجامعة دي احنا 10 سنين، 10 سنين الكيزان ديل ما في زول بيرفع السيخ غيرهم، ما في زول ببادر بالضرب والعنف غيرهم. بعد ده كله بداية سنة بيرسلوا لنا كقوة سياسية خطاب عن طريق العمادة يقول لك مبادرة نبذ العنف، تنظيم الأخوان المؤتمر الوطني الحركة الإسلامية الطالبية ولا اسمهم شنو هم، حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين. يعني شوف دي استراتيجيتهم، كأنما هم اللي دارين يحمل، وهو ما بيظل بيعمل عنف غيرهم. بنقول لهم جدا وإحنا قاعد نعمل عنف، وإحنا عندنا سيخ ولا عندنا بكاسي بنمشي سنويا. وأي زول قرى جامعة مارس سياسة يكون عارف الكلام ده، بيجيبوا لك الدعوة بداية السنة مبادرة نبذ العنف، نمشي نقعد في العمادة ناكل البلح وفول الحجات وينضموا، والعميد شؤون الطلاب ينضم، وبعدين السيخ بيطلع من عمادة شؤون الطلاب ذاته، والبطاقات المزورة في الانتخابات البطاقات بيضربها عميد شؤون الطلاب ذاته لهم. ما بتم شهر بتحصل الانتخابات الكيزان بيجروا السيخ بيضربوا الناس. لم يكن عنف في الجامعات السودانية طيلة 30 سنة. واتحدى زول أس هنا يجي يقول لي كان في عنف، بادر به فصيل سياسي تاني غير الكيزان. اي عنف كان بيكون الطرف المبادر فيه في تاريخ الجامعات السودانية الكيزان ديل. ده تنظيم ترعرع وتربع على العنف والقتل والضرب. لما كانوا في السلطة كانوا بيبادروا، لما كانوا في السلطة قتلوا كم طالب في الجامعات السودانية، لما كانوا في السلطة قتلوا خالد محمد نور أكد، قتلوا الشريف حسب الله الشريف، حاولوا يغتالوا كم زول. مشاكل بتاعت عيوني دي سبب الامن الطلابي لما ضربني بالسيخ اكثر من 30 نفر في 2009 شهر 3. كنا شغالين رقم في كلية الطب عشان قدمنا نقد كبير لهم وشتمنا عميد الكلية كويس الكوز اللي كان في الوقت ده اسمه احمد بابكر. طلعنا جينا قعدنا في شجر حصة جابوا ناس الامن الطلابي بوكس فيه 30 نفر، نزلوا 30 نفر شايلين سيخ 5 لينيا ضربوني في راسي، كان داير يقتلوني وقاموا جارين. الضربة دي ضربة مميتة، ضربة في آخر الراس هنا 5 غرز، أنا وريتها للناس 100 مرة 8 غرز، وضربة في الرقبة اتسببت لي بغضروف، وضربة في الركبة اليمين. وبعد ما أنا وقعت بالضربة دي تخيل 30 زول كل زول لو ضرب لي ضربة واحدة بس. ده تنظيم تركيبته كده. وأنا واحد من الناس اللي تعرضت للعملية بتاعت كم زول ساقوا عذبوا في بوكسي يا أخي. الطالب محمد موسى بحر الدين طالب كلية التربية جامعة الخرطوم عن تنظيم اليو بي اف لهم التحية والتقدير، والآن في هذه اللحظة وأنا بتكلم الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور اللي إحنا بنحترمه ونقدره بنعتبره راجل محترم ومواقف محترم، الآن بيلتقي بحمدوك في جوبا ونتمنى إنه تتكلل المساعي بالنجاح. كان اتفقنا كان اختلفنا، إحنا شوف شي بوقف نزيف الدم في البلد ده بنتفق معه. فبالتالي محمد موسى بحر الدين شالوه دقوا ناس الامن الطلابي وناس هم شفت ناس المكاتب الفنيه بتاع التنظيم بتاعهم وكتل. وكم زول عبد الحكم بتاع جامعه ام درمان الاسلامي 100 زول. ده تنظيم تركيبته عامله كده، تنظيم تركيبته عامله كده. فبالتالي الناس ديل كيف ما تقول لي ما ممكن يعملوا الشغل ده كله شغل كيزان. الكيزان انا اللي باكد لي انه الطعنه بتاعت الليله دي شغل كيزان 100% كويس، وان لم تنفذه ايادي الكيزان بنفسهم والشغل ده بالعكس شغل خطه كامله متكامله. الخطه مما شافوا ميرفة النيل طلعت البوست ده وقالت الزول ده بيسيء الادب وبيشتمنا بطريقه ما كويسه، طوالي فكره الوقيعه نفس الاستراتيجيه اللي هم دايرين الناس تضرب بعض البعض. استراتيجيه المجهودات البسيطه، ناس دارسين تركيبه الشعب السوداني وحكموا البلد 30 سنه وعندهم امكانيات، ناس دايرين شفت النظريه بتاعت المصارعه بتاعت الثلاثيه في القفص ديكي، مش الزول الحريف بيكون بعيد واقف بيخلي اثنين يدقوا بعض وواحد فيهم ينتهي من الثاني، واحد بقع الما بقع ده اللي بيفوز هو بيكون منتهي مترنح بيجي بدي بنيه واحده وبيروح. ده اللي قاعد يعملوا فيه الكيزان الان، ونحن بناكل في الطعم كل يوم بغباء بناكل في الطعم. شافوا انه في كلام زي ده طوالي يقوموا ينفذوا لهم عمليه زي دي، والاشاعه الخطوه الثانيه في الخطه طوالي في كل اشاعه يعملوا شوت سكرينات لكلام ميرفة النيل. يا اخي ميرفة النيل شنو اللي بترسل زول تقتلوه يا اخواننا؟ يا جماعه انا اقول لكم سر، انا ميرفة النيل دي ما بتدورني، عندي معاه خلاف اقول لكم حاجه عديل. ميرفة النيل دي احنا كان عندنا تنظيم
سنة 2012 اسمه سنام. ميرفت النيل دي من الوقت داك شاماني، عندي احساس ان انا زول لا بفهم وزول درويش ومش شاكله معاي وحاضراني وما بتدورني. هذا سر عديل عديل. ويمكن في مليون زول كان شغال معانا في سنام عارف الكلام ده، والمجموعه اللي هم هي كانت ماسكاه في زول اسمه عبد القادر جه شاكلني ذاته لانه انا رسلت لها وعايزين شنو ننسق ونتلاقى، شمتني وما بتدورني وانا ذاتي ما بدور يعني ما عندي، وما بتربطني باي علاقه من الزمن ده. انا ميرفت النيل ذاته ما شفته في اعتصام ذاته ما شفته ولا بتنفع معي. لكن ميرفت النيل ما بتقتل زول، تقتل شنو؟ انتم مجانين؟ قوى الحريه والتغيير ده رمم ما ناس، ولا ما ناس رمم، وممكن يعملوا اي شيء غلط. والان الليله لقاء مع حميتي ده كان فضيحه الفضيحه. ناس عندهم تاريخ يمشوا يقعدوا لهم مع زول، صفته شنو اصلا عشان يقعدوا مع زول زي الشفع الصغار قاعدين كناس لا بيفهموا ونزلوه على البلد وللثوره وطلعوا زيت ابو اهل اي حاجه وكعبين، لكن ما ممكن يرسلوا لهم زول يقتلوا. احنا ما احنا بنعرفهم يعني ده شنو ده؟ ولا برسلوا يطعنوا زول، دي ما استراتيجيتهم، ده ما اسلوبهم. وقت ما كانوا في المعارضه ما عملوها، يجي يعملوها هم في السلطه. هم الكيزان احنا ما كنا بنعمل معاهم كده. وقت الكيزان الاعداء وقت ما الناس كانت في المعارضه ما في زول كان بيدينا، لما كنا حزبيين ما في زول كان بيدينا كلام زي ده، ولا في كلام زي ده اصلا. ده كلام كلمه فارغ بسيط عليه يا اخوانا. ساعدونا بالشير، ساعدونا بالشير. داير ارجع لكم لنقطه مهمه هي عندها علاقه بصميم المساله بتاع دردكه الكوره دي. قبل يومين خشيت لصديقنا الناشط هشام عباس. الكلام ده اسمعوه كويس، اسمعوا الكلام ده كويس لانه مفيد، ويمكن يكون اخر نقطه لي اتكلم فيها ذاته. اسمعوا الكلام ده لانه مفيد جدا. الناشط اللي اسمه هشام عباس، الزول اللي قاعد في السعوديه، رجل صديقنا وزول محترم. انا قاعد اقول عنه انه زي ما قاعد اقول عن سيد الطيب زمان، سيد الطيب زمان احنا كنا بنقول عنه الكادر كادر الكوادر. يعني سيد الطيب ده احنا كنا كوادر خطابيه، لما السيد يكون بيتكلم في ركن احنا كنا بنحرص نسمع قبل الطلاب العاديين، بنحب نسمع له. ده ركان الركانه، زي زمان خليل اسماعيل مش بيقولوا فنان الفنانين، يلا سيد الطيب ده ركان الركانه. يلا هشام عباس ده انا بعتبره لايفاتي اللايفاتيه. انا شخصيا لما يكون عنده لايف لو ما سمعته ما انا ببني كلامي على اساس كلام الزول ده. زول عنده قدرات، وبدعو كل المتابعين بتاعي انه يشوفوا الزول ده بيقدم خطاب عقلاني وموضوعي اكثر من السياسيين اللي عندهم خلفيه سياسيه بيمارسوا السياسه بعمرهم كله زينا افضل. احنا مرات بنرتبك رجل رصين. رسلت له عايز منه حاجه معينه، حاجه تانية خالص. رسلت له كنت عايز رقم تليفون مكين تيراب. طلبوا مني في اسره بدون تفاصيل، عندهم طفله عايزه تمتحن وعندهم ظروف معينه، ارمله وشنو شنو شنو عايز تمتحن هنا في مصر الكلام ده، وما عندهم الرسوم، واتوسموا فيني خير وصلوا لي. قلت لهم والله يا اخوان انا زول معلم الله، يعني انا قصه انه ادفع قروش ما بقدر، لكن انا بس عليكم لانه يا اخي دي ما دام عندها ظروف نشوف لها قصه بتاعت احفه من المؤسسات، لانها هي زول ارمله. اثبتوا لي الكلام ده ورسلوا. قلت يا اخوان الشغل ده مش مسؤولين منه ناس المغتربين اظن، ما عندي رقم استاذنا ماكين تيراب. رسلتها لهشام لانه عارف انه عنده شاي يرسل لي رقم ماكين. رسل لي طبعا الرقم والتحيه لاستاذنا ماكين تيراب، رتب الموضوع ده والتزم بانه ينجزه، وان شاء الله ربنا يديه الصحه والعافيه من هذا المنبر. واحد من الناس اللي بيقدموا في عمل كبير جدا جدا بصمت، ان شاء الله ربنا يقويه وكل الناس اللي قاعدين يقدموا في عمل كبير كويس ويتحملوا اذى كبير، ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم ويقويهم يعني. فالتحيه لاستاذنا ماكين تيراب. بعد ما انتهيت من الكلام مع هشام قمت استحضرت حاجه مهمه جدا قلت اشاركها معاه، اللي هو موضوع تعيين مولانا مبارك محمود في النيابة العامة كنائب عام مكلف. الملف ده أنا أول امبارح كتبت عنه، قلت رغم إنه أنا ما قادر أشوف كويس لكن الموضوع ده ما قادر أسكت منه، لأنه لما إحنا نشوف الكيزان بيدردقوا في الحاجات ونحن بنتلقفها ونحن بنتلقفها الزول ما قادر يستحمل. يا أخواننا ما ممكن زول زي مبارك محمود ده يقعد يتعرض للهجوم الكبير. من ضمن الناس اللي هاجموه واتقلبه، انا ضربت له واتقلبه، يا واتقلبه يا اخي مبارك محمود ده يا اخي زول عفيف اليد واللسان، انا بعرفه كويس والله. انا لا اجامل، اقسم بالله انا اولاد عمي الكيزان قاعد ما قاعد اجاملهم، والله ما بجاملهم، والله انا ابوي حسن عالم ربنا يرحمه لو كان كويس كنت وقفت ضده الى
أن يرث الله أرضه وما عليها. فبالتالي الزول ده أنا والله بعرفه عمره ما كان كوز، زول توافقي مسكين، زول ما عنده شغلة به، زول قانوني ضليع كويس، ولكن موقفه من الكيزان ظل واضح زمان. الكيزان كانوا خالينه في النيابة العامة لأنه هو زول ما سياسي ما معارض، عنده رأي فيهم. الكيزان كانوا حرفه بالمناسبة في الحاجات دي. الزول اللي ما بعاديهم عديل ما كانوا بيستهدفوه، هو ما معاديهم عديل لكن ما ضده، ما معاهم خالص، وبالعكس ما كان بيثق فيه وما خدته في اي حته حساسه بتخص مثلا زي 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 نيابات الطوارئ والحاجات زي دي اللي فيها ارتباط بالولاء لهم. ظلوا خاتنه كويس في حته يضمنه لانه هو رجل قانوني كفاءه وكده. فبالتالي زول ما عنده اي، بالعكس زول مع الثوره ومؤمن بقضايا الثوره وداعم للثوره بشكل كبير، والرجل قانوني معتدل جدا ومحايد بشكل كبير جدا جدا جدا، ما حيظلم زول وحيجيب حق الثورة دي حق الثورة والثورة بشكل كبير. فأنا خشيت لهشام قلت بالمرة أقول له يا هشام يا أخي في حملة كبيرة جدا يا أخي كده كده، وأنت زول بتعرف الحد. فشوفوا هشام ده عليكم الله يا أخواننا كده كلنا نعمل شير ونستنط لكلام الزول اللي اسمه هشام ده. الكلام ده عليك الله ما بيستحق إنه يدرس في مدارس، بالله عليكم يا أخواننا، بالله عليكم الله اسمعوا كلام الزول ده، هل هذا الكلام لا يستحق أن يدرس في الجامعات؟ أقرر أسمعوا الكلام ده وأعملوا أكبر كمية من الشير وخلي أي زول في السودان يسمع كلام الزول ده. أنا رسلت له التسجيل ده. تسلم يا ابن عمي يا أخي، تسلم كثير، الله يكرمك يا أخي. بالمناسبة أنت عارف يا أخي نسيت أقول لك حاجة مهمة بالنسبة لموضوع النائب العام الجديد اللي اسمه مبارك محمود ده. طبعا الزول ده يعني أنا اضطريت أن أكتب، مع اني ما قاعد اشوف التلفون ولا قاعد امشي جنبه الايامات دي، انا فيني مكفيني يعني، انا بروحي زي ما بقوله اي لاني بالا بني، لكن اضطريت اكتب الموضوع ده لسبب معين. مبارك محمود طبعا اللي جابوا نائب عام مكلم ده انا بعرفه بشكل شخصي، طبعا هو معرفتين التولتون، هو من اهلنا المحل ديل، لكن الناس اللي هاجروا بدري وجو بانت انا بعرفه بشكل اسري يعني. اتفضل زول كويس لا عنده علاقه بالكيزان لا من قريب لا من بعيد، زول في حاله زي ما بقوله، زول عايش حياته الهادية زي ما هو رسلي وقال لي، أنا بعرفه بشكل شخصي، والزول ده زول عفيف ونظيف ومن يمكن من أكثر الناس عفة اللي أنت ممكن تلاقيهم يعني. زول ماسك الإدارة المالية والإدارية للنيابة وساكن في بيت إيجار، وزول كويس يعني، وزول قانوني كويس ومحترم وحاجات كثيرة جدا. فالزول ده ما يتعين يعني بيتعرض لهجوم، طبعا انت عارف في ثقافه كده بيجت بعد الثوره انه اي زول بس يجيبه في اي حته كوز، زول ده كوز كده. فالموضوع ده مؤثر في نفسيته يعني بشكل كبير جدا، وانا اتكلمت طبعا مع ناس كتير جدا في النيابه يعني زي ناس البشر مولانا البشر اللي بتعرفه وكده، وكلهم رايهم ايجابي تجاهه. فالزول ده يا اخي يعني متاثر، والقريبه طبعا كتب عنه مقال، انا ضربت له القريبه اكتشفت انه والقريبه استقل معلومات دي من الناس هو يعني بتجي يعني بيرسلوا له معلومات كده، فشرحت له الموضوع كده كده. الزول ده احنا بنعرفه يعني، زول ده من ناحية كوز ما كوز دي ما داير نقاش، زول دعم الثورة مؤمن بأهداف الثورة وواقف معه، هو كل يعني يمكن يكون الزول بطبيعته زول في الظل كده يعني، زول توافقي يعني، إن ده لو في عيب داعمه. فياخد زول ده احنا عايزين ندعمه يا أخي، كلنا ياخد دايرين نجيف معه وندعمه، وأنا رسلت لي كم ناشط يعني. زول ده يا أخي احنا محتاجين بجد بجد ندعمه، لأنه هو زول والله العظيم ثلاثة، وأنا أضمن لك الكلام ده، زول ما عنده علاقة بالكيزان جملة وتفصيلا، بالإضافة لأنه القرارات اللي هو اتخذها دي قرارات محترمة جدا يا أخي، كان مولانا تاج السر، رغم إنه إحنا رأينا إنه تاج السر ذاته مكعب، بس هذا السر الحبر زول ممكن يكون كوز ولا وعيب إنه نتهمه بالتهم ده، بس زول يمكن ضعيف شوية وزول متردد شوية في اتخاذ القرارات وبطيء يعني. فأقلها مولانا مبارك ده هو اتخذ قرارات حاسمة يعني، لو كان مولانا تاج السر كان بيتخذ فيها ما كان حصلت المشاكل أصلا اللي سببت في استقالته دي يعني. فنتمنى انه الناس يا اخي يعني ندعمه يعني ندعمه. ده كلامي رسلته لهشام عشان اشرح له الفكره، بقى يلا اعملوا شير عشان تسمعوا كلام هشام، اسمعوا الكلام ال انا قلت لكم يستحق انه يدرس يا هذا، عليكم الله يا اخواننا اسمعوا الكلام ده بتركيز، اذا الصوت واضح ورونا، واذا الصوت ما واضح برضو ورونا عشان انا اعلي الصوت أعلى ما يكون. أسمعوا كلام هشام عباس الناشط، هشام عباس القاعد في السعودية. والله يا البوشي يا أخوي، واحدة من مصائب السودانيين الغيبوبة اللي عايشين فيها، الجهل اللي عايشين فيه، الكيزان للأسف بقوا هم اللي مدورين الشغلة، والشباب ما فاهمين
لانه بقى موضوع انه رجل ثوري واثبات انك ثوري دي بقت يعني مرضى وفوبيا مصابين بها الناس. انا شخصيا واحد من الناس ما بعرف مولانا، لكن اقسم بالله العظيم اي شخص في السلك القضائي وناس خبرات وقدام جدا سالته في الموضوع اداني نفس رايك في مولانا، انه رجل ممتاز جدا وما فيه اي كلام ولا عنده علاقه بالكيزان. الشيء اللي انا فهمته واستوعبته في سجم الثوريه اللي حاصله عندنا والهوجه اللي كل واحد عايز يثبت فيها انه رجل ثوري، انه الكيزان الزول اللي هم ما عايزينه، اول حاجه اللي ما عايزينها يستبقوا الثوار بيرموا اشاعه، والثوار بيقوموا يكملوا الباقي يطبزوا عيونهم باصابعهم زي ما بيقولوا. فهم لما لقوا انه مولانا ده جاي محل الحبر قاموا يستبقوا الموضوع واطلقوا اشاعات انه الزول ده دعام والزول ده كوز وما عارف شنو، فكوا الاشاعه وخلوهم قاعدوا يتفرجوا علينا. ناسنا زي الدراويش شايلين الموضوع لا والانهيار الدعم السريع استلم النيابه العامه والمعارف شنو والجوطه حيشيلوه، وانا متاكد لو جابوا كوز حقيقي الكيزان حيسكتوا والناس حيفتكروا زول كويس ويسكتوا. دي بقت المصيبه اللي احنا عايشين فيها، الدوامه اللي احنا عايشين فيها. فالرجل انا لانه ما بعرفه معرفه شخصيه ما حبيت اكتب معلومات مغلوطه، لكن من يوم اتعين وليه اسي بحاول استقل معلومات، وانت واحد من الناس الان بتديني المعلومه من غير ما اطلبها منك، ناس كتار انا سالتهم قالوا لي يا اخي الزول ده جيد جدا. فدي بقت المصيبه. السي زي موضوع الامارات، الناس بس لما سمعوا انه الامارات عايز تدخل باستثمارات في الفشقه، يا اخي انت دوله واقعه في عرض ريال واحد، لما تجيك دوله ب 8 مليارات يا اخي حتى الاستثمار ده لو في حاجات خصما علينا المفروض انت تقبل. ودي طبيعة الدول اصلا اللي الشاطرة اللي نجحت ومشت لقدام قدمت تنازلات من اجل انها تجذب استثمارات. انت الاستثمارات جاية عندك، بس الكيزان اول ما سمعوا انه لانه اصلا عندهم هوس ضد الامارات الاخوانجية عموما، ولانه مسيطرين على الميديا عموما وقناة الجزيرة وشغالين تشويه ضد الامارات مع انها اشرف دولة يمكن على وجه الارض، استبقوا الناس ورموا معلومات انه الامارات عايزين نبيع الفشقه للامارات. الدراويش هايجين بهجاي وبهناك وجوطه ودوشه ولا وما عارف شنو، ضيع علينا فرصه زي دي. هسه انت لو ملاحظ الوفد القطري من امس في السودان وتقريبا نفس الحاجات اللي قدموها الاماراتيين قاعدين يقدموها، بيقولوا حنحل لكم مشكله الفشقه، حنحل لكم مشكله سد النهضه، حنتدخل وساطه مع اثيوبيا وحنعمل لكم استثمارات وغيره. انت لو ملاحظ كانه ما في وفد قطر في السودان، ما في زول قال بغم ولا هيج الاعلام ولا عمل ولا سوى ولا غيره، لانه الكيزان عايزين كده وهم اللي قاعدين يهيجوا. الكلام ده قادرين تتخيلوه؟ الكلام ده قادرين تتخيلوه؟ انا هخليكم تسمعوا باقي الكلام. قادرين تتخيلوا الكلام ده؟ انه الراي العام في السودان، مش هو ده كلامي؟ الراي العام في السودان الكيزان قاعدين يصنعوه بحرفنا من خلال دراستهم لشخصيتنا. شوف الوفد القطري بتاع الحركة الإسلامية لما جاء في زول قال بيع، مع انهم مقدمين نفس العرض، لا في زول قال بيع لا في زول ليه؟ والإمارات الناس بتهاجم فيها بغض النظر عن رأينا فيها، كويس؟ وبغض النظر عن رأي الناس فيها، لكن الهجوم على الإمارات كثير سببه الأساسي شنو انتم عارفين؟ لأنه الإمارات داست الحركة الإسلامية، لأنه الحركة الإسلامية هي دايرة تهاجم. فهم ده دليل على شنو الفكرة من كلام هشام ده، انه بيدلل لك انه الراي العام في السودان، وبيضرب امثله بغض النظر عن شان الناس ما تقول هاي الامارات، ده ما موضوعنا. الموضوع انه الكيزان الان هم اللي بيدردقوا الكلام ونحن شايلينه بنطبل لهم. الحاجات اللي فيها مصالحهم هم بيدردقوها بيشكلوها لنا بصوره نقبلها، يقعدوا يكتبوا الكلام يا راكز بصيغ زي ما قاعدين يعملوهم، يختاروا الصيغه اللي بتتماشى معانا كاننا احنا شوي بدأ الطعم، عشان السمكة مش بيرسلوا لها طعم حاجة معينة تشيك بتاكلها وبتقبض في السنارة، هم بيدعوا لنا طعم فيه كلام بنقبله بصيغة، بس الصيغة ما احنا بنقبلها. والله يا اخي يا راكزين، والكيزان ديل يسقط الكيزان، اي كوز ندوس دوس الهاشتاج تحت، انت خلاص يجيك كلام شكله كده تصدق، زي الاشاعات الكثيرة، زي الاشاعة الاول امبارح بتاعت الجيش، اجتماع الجيش ما عرف شنو، استلم السلطة وقالوا واحنا نروج. والله انا لقيت 100 زول من الناس المؤثرين المحترمين الثوار ناشرين الكلام اللي شاعه بتاعت انا متاكد مصدر الكيزان بيكون عندهم هدف منها. اسمعوا كلام باقي هشام عباس ده عليكم الله. الدراويش بيمشوا ورا الموضوع،
دي المصيبه اللي احنا عايشين فيها. الثوره دي احنا قاعدين نضيعها باسمي بمحاوله اثبات ان احنا ثوريين. الكارثه دي نوقفها كيف؟ نوقفها كيف؟ نواجه كيف؟ فجينا ما عارفين. انا سنه عملت لايف يا اخي، ناس ثوريين وناس وطنيين انا بعرفهم داخلين يقول لي لا الامارات لا. يقول لي يا جماعه الامارات عملت لكم شنو؟ لا الامارات عملت انقلابات. عملت انقلابات وين؟ ضد تسميات اصلا اتهام الامارات بالانقلابات هي موضوع مصر، ودي دعايه والشيعه طلعوا الاسلاميين. مصر اصلا ما محتاجه للامارات عشان تعمل انقلاب. الجيش المصري ده اخر جيش في الدنيا، مخابراتهم ثاني مخابرات بعد الزاويه متفوق على الموساد، ومؤسساتهم دي كلها مؤسسات ضد الاخوان المسلمين. عملوا انقلابهم براهم يا اخوي، الامارات ما بتقدر تعمل انقلاب. دعمتهم بعد الانقلاب، اي نعم دعمتهم لانه في خلاف طبيعي ومعروف تاريخيا من 20 سنه بين الامارات والاسلاميين، وده من حق الاماراتيين، واشرف حاجه قاعدين يعملوها على وجه الكره الارضيه الاماراتيين بوقفتهم ضد الاخوان المسلمين. واساسا انت طيب لو 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 زعلان من دوله قاعد تقيف ضد الاخوان المسلمين، انت سقطت الاخوان المسلمين في السودان ليش ما كنت تخليهم ما دام حلوين كده؟ اللي بيخلي الاخوان المسلمين في السودان كخه وفي مصر ناس حلوين وانت داعمهم واقف ضد الانقلاب ضدهم شنيع؟ يا اخي الغباء ده، عدم الوعي والجهل المنتشر في الشارع السوداني ده شيء مدمر، شيء مدمر. الدوله دي لو جبته انبيا عشان انت ذاتك في فتره كده كنت بتقول لها الحكومه ضعيفه، اقسم بالله مش الحكومه ضعيفه، لو جبت انبيا محل الحكام الحاكميننا ديل اسر المدنيين ديل وقعدوا ما ينخطوا خطوه بالدوله السودانيه دي، لان المشكله الاساسيه واضحه ومعروفه في الشعب ده، ما في لا في حكومه ولا في غيره ولا حتى العساكر ديل لو ما الشعب ده ما كانوا له فرصه يركبونا ويدلدلوا. يا سيدي احنا تعبانين يا اخي جوانا مرار، بس اسكت خليه وبس. انتهى كلام هشام. انا والله يا اخوان انا غايت رأيي انه بغض النظر عن انا سي ما قاعد اقرا التعليقات، والله صراحه ما قادر اقرا، لكن انا متاكد انه في ناس شوفوا عشان تعرفوا ذاته التاكيد لكلامه من خلال بس التعليقات، في ناس حيخلوا اي شيء يمسكوا بس في الجزئيه بتاعت انه قال الامارات كويسه انا متاكد مليون في المية يا اخي. بغض النظر عن الجزئيه دي، بغض النظر الزول ده داير ضرب بها مثل، ده ما رايه هو كويس، وانا متاكد انه هشام قال الكلام ده كيتم في الكيزان، زول بدق الكيزان وبطلع زيت الحركه الاسلاميه ده لو شيطان، لو شيطان، وكلنا راينا كده، لو شيطان شايف انه كويس. لكن بغض النظر انا شخصيا واحد من الناس كويس ما بتكلم في اي شان بيخش اي بيخص اي دوله، ده موضوع بيخص هشام، انا شخصيا لا بقول الامارات كويسه لا بقول كعب، ولا عندي مع ولا بقول مصر كويسه لا بقول مصر كعب، ولا بقول السعوديه كويسه ولا بقول قطر كويسه لا بقول كعب. اصلا ولا عندي شغله بزول وضد فكره المحاور دي جمله وتفصيلا، انا زول مع السودان بس ومع قضايا السودان. شفتوا اثيوبيا الاسي حاليا مدوره حرب بيننا وبينه، برضه لا بقول كويسه لا بقول كعب. احنا شفتها مع داخل البلد قضيتنا انه البلد دي نتخلص منها مع من العدو الداخلي الاخطر من اي عدو تاني. فبالتالي القيمه الاساسيه في الرساله اللي انا نشرتها عشان كلام هشام عباس انه هو بيضرب مثل بمجموعه من الحاجات، الناس خلت اللب الموضوع ومسكت في الامثال بتكون، انا متاكد كويس عشان تقدروا تعرفوا البلد دي بتدار كيف والحاجه اللي بننتقدها شنو. القيمه الاساسيه اللي هو استدل بموضوع الامارات وبموضوع شنو عشان انه الكيزان للاسف الشديد بيدردقوا الكوره لنا على حسب ما هم عايزين وبصيغه بتتماشى معانا ونحن بنروج. دي الفكره اللي انا حبيت اوصلها في اللايف ده، ودار اقول للناس احذروا 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 الوقيعه في بعضنا البعض، احذروا الوقيعه. اعرفوا انه مهما انا كنت شيطان في رايك اذا انت ثائر حقيقي، مهما انا كنت مطبلاتي بايع القضيه زي ما بتقول ودقوش، ما اعرف الاماراتيين اشتروه، ما اعرف حميتهم اشتريه، الاحناك حميت الدكف، الاحناك دي كلها انا والله لا بحب اناقشها ولا دار اقولها. يا اخي انت مش شايف كده؟ برضو انا ما عدو اخطر ليك من الكيزان، الكلام ده افهمه، انه في خطر اكبر انت عملته ضد الثوره، انا اتكلم عن الثوار الحقيقيين، انت عملته ضد الثوره، العدو ده بالنسبه له الفطام صعب. ما تتخيل انه الناس اللي بيقول لك الكيزان ده يا زلمه خلاص مشوا موضوع انت، شفت الناس اللي بيقولوا كده ديل هم الكيزان ذاته، انقش الكنته دي، ما في حاجه اسمها الكيزان مشوا، ما في تنظيم عقائدي بيمشي من السلطه في سنتين، افهم الكلام ده؟ ما تبقى غبي يا اخي تتخمى، ما في تنظيم عقائدي بيمشي من السلطه في سنتين، اسي كلام عمر البشير ده اللي عمله ماوي حوار ده كلام زول مشى من السلطه وما داري يجي، كلام علي عثمان اسي حاليا في المحكمه كلام زول مشى من السلطه وما داري يجي، تسجيلات علي كرت دي تسجيلات زول مشى من السلطه وما عايز يجي. يا اخوانا انتوا لو دراويش ريالتكم صابه، احنا سودانيين زيكم ريالتنا ما صابه.
ده ما تنظيم، ده تنظيم عقائدي بيفتكر انه خليفه الله في الارض، كيف يمشي من السلطه ويكون ما داري يجي؟ هو لو اصلا داري يقعد في السلطه دي بشكل جزئي، ما سنه 86 كان كفى نفسه شر انقلاب وموت وقصص، ما كانوا قاعدين الكتله الثالثه في البرلمان. ما حسن الترابي ده ما كان وزير خارجيه، وعلي الحاج ده ما كان وزير، وشنو النذر ما كانوا في تلت الحكومه ماسكينها، واذا كان صبروا 6 شهور كان حيفوزوا في الانتخابات. لكن هل هم مؤمنين بالاليه اصلا بتاعت الانتخابات؟ هل هم مؤمنين بانه الزول يختارهم عشان يحكموا؟ هم قالوا انه الله يختارهم عشان يحكموا، عشان كده عملوا الانقلاب. فبالتالي زول زي ده، زول بيفتكر انه الله يختاره عشان هو يحكم، ما داير رايك انت عشان تقول له احكم، بيحكم غصبا عنك. هم عارفين، اسال اي كوز، اي زول بيفهم في التخطيط الاستراتيجي يقول له سنه 90 في الانتخابات اللي كان حيفوز منه. الكيسان اصلا كانوا فايزين كحركه اسلاميه، كان تنظيم مقبول في الوقت ذاك في السودان، وهم كانوا اصلا ثالث كتله في البرلمان في اخر انتخابات. وسنة 90 كان حيفوزوا، هم ليه ما انتظروا الانتخابات؟ الناس اللي بيقعدوا يصدقوا كلام الكيزان اللي مادة الشعبيين، ولا هم كلهم ابيض الكلب نجس، ما في فرق بين شعبي ووطني، كلهم كيزان، كلهم حركة اسلامية، كلهم ارهابيين، كلهم مجرمين، كلهم عملوا انقلاب 89، كلهم ما مؤمنين بالديمقراطية، كلهم دمويين، ما في زول ينافق لنا يقول لنا لا لا والله دي الفرق، ما في كلام زي ده. واحد الكلام بتاع الشعبيين اللي مادة انتخابات بس وانتخابات بس، انتخابات ده مؤمن بانتخابات؟ انت انتخابات ما انتظرتها سنة 90 ليه؟ انت عملت انقلاب سنه 89 ليه؟ لو انت مؤمن بانتخابات انت بتونس منه؟ كنت انتخابات دي احنا المؤمنين بها، انت احنا مؤمنين بالانتخابات، انت عملت انقلاب ضد الديمقراطيه المؤمنه بالانتخابات. انتخابات احنا بنعرف زمانها بكون كيف، احنا بنعرف زمانها الانتخابات، حيقول لي زمان عشان تجوا انتوا يرجوا، ما في زول داري ولا ما في زول مؤمن. انا بخلفيتي اللي انتوا قاعد تنبذونا بها تقول انتوا، انا بخلفيتي مش انا خلفيتي بعسي، احنا ناس نزل سنه 89 ما فازوا ولا بمقعد، وهذا ذاته احتمال ما يفوزوا. الفكره في انه الانتخابات اللي انت بتعا عليها هسه دي، ها اللي انت بتعا عليها دي، انه انت كنت سنه 89 لما عملت الانقلاب كويس 10 سنين بعدها جيت قلت انا دار اعمل انتخابات، عملت انتخابات اللي بيصوتوا فيها الشفع بتاعين المدارس، واللي بيصوتوا فيها الناس الميتين، ها سنه 99 الفاز فيها عمر البشير بنسبه 99.9، ها زي ما قال واحد من المثقفين المصريين زمان، قال اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اذا استفتى عليه ما بيجيب 99%، انتوا الرؤساء بتاعينكم ديل بيجيبوا 99%. دي الانتخابات اللي كنتوا عايزينها الشكل ده، انتخابات سنه 2010، سنه 2010 طه علي البشير دار يمشي يتدب عشان يخاطب لانه الاتحادين شاركوا في الانتخابات بتاعت الخج، ها الجهاز الامني بيمنع طه علي البشير انه يمشي يتدب، مخاطر امنيه، مخاطر امنيه. يا اخي سيدي المرغني ده، سيدي المرغني ده داير يمشي كسلة، الجهاز الامني بيمنعه، عنده طيارة خاصة في المطار بيمنعه، بيقول له والله ترتيبات، ترتيبات امنية. وعمر البشير بيركب الطيارة الرئاسية، الطيارة الرئاسية بيلف في 17 مدينة في يوم واحد، من اقصى جنوب السودان في واو لاقصى شمال السودان في دلقو في انتخابات 2010 كويس، لاقصى شرق السودان في همشكوريب، مشى عمل ندوات في الحتات دي كلها في يوم واحد للزول اللي بيتذكر التاريخ. السياسة انك تتذكر التاريخ، شفتوا ذاكرتنا الكعبه دي؟ الهاردسك شغال تمام، الرامات بس هي مش فيها مشكله. بنكتب الداتا كده بنتذكر الحاجات، الحاجات قاعده في الهاردسك ما بننساها. كويس؟ ضربكم وحاجات الكيزان ده عمل لنا مشكله في الرامات، ودي حاجه بسيطه. نكتب داتا بنتذكر، مما نقراها كده العنوان بنتذكر لانه الهاردسك شغال تمام. طيب 17 مدينه، ده عمر البشير بالطياره الرئاسيه، فبالتالي هل ده تكافؤ يخليك تقول لنا انتخابات وما؟ فبالتالي احنا لما نتكلم عن الانتخابات، لما قالت الوثيقه الدستوريه او لما قالت القوى الحريه والتغيير لما في تفاوضها قالت الانتخابات لازم تكون بعد 4 سنين، من اللي بيتهرب من الانتخابات؟ لانه الانتخابات دي لازم يتعامل لها ارضيه، لازم تتعدل الموازين بتاعت التكافؤ. الانتخابات ايام عمر البشير كان اي انتخابات بيفوز بها البشير، ليه؟ حتى لو خلت هم بعد كله كان بيزوروا، لو ما زوروا كان حيفوز. ليه؟ لانه ده دوله من دول العالم الثالث، ولانه ما في تكافؤ، لانه انت خصومك 20 سنه بتنكل بيهم، بتقفل دورهم، بتشيطنهم، مسيطر على الاعلام، على المال، على الجهاز الامني، على السلطه، على الشرطه، مسيطر على التلفزيون، انت غيبت ملامح الناس الخصومك ديل من مخيله وذاكره الشعب السوداني اكثر من 12 و13 سنه، كويس؟ انت بتعمل في العمايل دي، بتمسح لهم كل حاجاتهم، بتنكل بهم، بتشردهم من شغلهم، بتصادر دورهم، بعد ده بعد ما خلاص دمرتهم، وانت قاعد الوقت ده كله تبني نفسك تقول راح انتخابات، راح يا اخوانا انتخابات سنه 2005 بعد ما يتوقع اتفاقيه السلام، اخوانا ما
ما في تكافؤ في الوقت داك وبعدها لحد ما سقط البشير. بي جرايمه دي لو عمل انتخابات لانه كان حيفوز لانه ادوات الانتخابات ثلاثه في اي بلد في امريكا دي شو بلد الوعي. خلي دوله من دول العالم الثالث فيها جهل وفيها عدم وعي زي السودان. ثلاث حاجات: اعلام، مال، سلطه. زول عنده ثلاث حاجات دي يفوز في الانتخابات، دي حاجه معروفه يعني، دي حاجه اكثر من معروفه، دي حاجه اكثر من معروفه. زول بيفوز في الانتخابات اللي عنده ثلاث حاجات دي. الكيزان لما كانوا حاكمين البلد عندهم الثلاث حاجات، سقط نظام عقائدي سقط كويس في سنه ولا في ستة شهور، الحاجات دي ما بتروح منه. والدليل هسه قاعدين نشوف انه للان الاجهزه النظاميه لسه كل يوم الناس بتكتشف، زي المقدمه اللي بتاع الجيش اللي كتب بيان شفتوه كوز من صورته ظاهر كيزان قاعدين في جهاز الامن لسه، جهاز المخابرات لسه مش شالوا منه مليون زول لسه ملان كيزان. والله هسه جيران انا بعرف ليه اسم كوز في مية، والله يوميا احنا بنكتشف ناس قاعدين كده في جهاز المخابرات وجهاز الشرطه ملان كده ومعترفين قيادات الشرطه، الجيش ملان كده، الدعم السريع السودان كيزان ذاته بلان لحد هنا كلهم المؤسسات دي. فبالتالي السلطه يا هدي موجوده عندهم، المال القروش دي كلها، الدولار ده موصله ملايين منه قروش قاعده. الناس دي كان عندهم مطبعه جوا 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 جو الدار بتاع جهاز الامن، الدار دار دار المؤتمر الوطني في شارع المطار. فبالتالي الاعلام كويس، الناس عندهم قدره الاعلام. لما نتكلم عن الاعلام يا هو موضوع اللايف اللي انا بتكلم عنه ده، ناس حكموا البلد 30 سنه حللوا شخصيه الانسان السوداني، شوف بقوا في المعارضه لسه بحركوا الراي العام، لسه بدردقوا لك الكوره وانت الدرويش بتشوتها وانا الدرويش بشوتها، لسه بفكوا اشاعاتهم، لسه مصدر الاشاعه هم، لسه شلنا منهم التلفزيون، الميديا اللي احنا ما كنا قادرين نشتغل بها دي بقوا هم شوف قادرين يشتغلوا بها كيف، ما لانهم شفوت عشان ما في زول يحس الكيزان يسمعوا كلامي ده يقول الله احنا كبار، لا 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 لا، لانهم احنا طيبين، لانهم درسونا 30 سنه لقوا فرصه هسه كده. خلي اي زول يلقى فرصه يدرس التفاصيل دي كويس، 30 سنه درسوا الحاجات عارفين المداخل بالاضافه لعندهم الثلاث حاجات. فبالتالي تيجي تقول لي يا اخي كده وكده، ده تنظيم ما مؤمن بانتخابات، ما مؤمن بديمقراطيه، ما مؤمن بحريه، ما مؤمن باي حاجه غير الدم والقتل. فبالتالي انا ما عايز اكرر الكلام تاني وما عايز اطيل، رسالتي وصلت، اتمنى الفيديو ده يتعمل له شير على اوسع نطاق يصل كل السودانيين. امانه في رقبه اي زول امانه اسالك منها والله يوم الوقف العظيم انه الفيديو ده كويس، اذا انت مقتنع بانه هو الكلام اللي فيه مفيد وما ساهمت بانه الكلام ده يصل الناس، والله انا كويس اقسم بالله العظيم ثلاثه امنتها لك في رقبتك بس. وفي ختام الكلام بقول لكم انا شاكر ومقدر، و يعني بس استرونا يا اخواننا ما توصلوا لأمي في الشماليه طبعا، وهناك ما في نت فبتكون ما عارف ان انا جيت لعلعت الليله في اللايف ده. في ختام الكلام اتمنى تاني الشفاء العاجل للراكز شريف البعاتي، واتمنى الرحمه والمغفره، اسال الله الرحمه والمغفره لكل الشهداء، ونتمنى من مولانا النائب العام الجديد انه يشد حيله في قضايا الشهداء كويس، وخصوصا في قضيه الشهيد واد عكر، واتمنى انه كل القضايا العالقه بتاعت الشهداء الناس تشد حيله فيه، ويكون في ضغط للجنه نبيل اديب في انها تحسم الملفات دي بشكل كبير والقضايا بتاعت الشهداء. وحقيقه عايز ارسل رساله بتاعت تهنئه لاسره الشهيد حنفي عبد الشكور اللي نال القاتل بتاعه جزاؤه بالحكم عليه وبالاعدام، وبرضه كذلك اسره الشهيد احمد الخير تاكيد المحكمه العليا حكم الاعدام عليه برضه اهنئهم. وفي نقطة صغيرونة كده، شايف اللي خلال اليومين الفاتوا ديل في حملة مليون زول بيوريني وبيقول لي انه في ناس اهل الزول القاتل ده قاعدين يطلعوا حنك انه والله احنا عندنا شهود وعارف شنو، احنا والله الزول ده ما قتل الزول ده، يا اخي ما قتل الزول ده بتاع مازا يا اخي عليك الله كده الموضوع ده، خلونا ما نتكلم عنه هسي. وفي عدالة قالت راية، وهديك في 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 يعني وسائل ومستويات بتاع التقاضي لسه موجودة، هديك فاتحة قدامكم امشوا ودوا لها الشهود بتاع انكم القدوم. في ختام الكلام سنظل نحفر في الجدار، اما فتحنا ثلة للضوء او متنا على سطح الجدار. فتكم بعافية يا اخواننا، وادعوا لي يا جماعة دعواتكم، ما عايز منكم شيء غير الشير والدعوات، انه ربنا ان شاء الله يعني يجبر بخاطري في المسألة دي. وعندي كم حاجة كده برضو داير اعملها، حاجة في الوضنين ما اعرف كم حاجة كده. طبعا الناس ديل الانقاذ دي يا اخواننا عاملة زي الحديد المصدية، تعرفوا يعني شنو الحديد المصدية؟ الحديد المصدي لو طعنتك وقدرت جاسفت مركتها، لو خليتها جوا يا هو خلاص ألم وموت، لو جاسفت طلعتها
الغرغرينا، الصدى بيقعد جوا، والغرغرينا زمن طويل جدا جدا، والانقاذ دي احنا جاسفنا وجعتنا 30 سنه، اليوم جاسفنا طلعناها، هي الغرغرينا بتاعتها قاعده في جسم البلد وفي اجسامنا نحن، اثار ضريب وجسم البلد فتن وقصص. ان شاء الله ربنا يطلعهم من الارض دي قلع، قولوا امين بالله عليكم، الله قولوا امين، ربنا يقلعهم من الارض دي قلع قادر يا ربنا سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.